سلمى، موضوعنا الأول لليوم على قد ما أنه هو فعلا موضوع بسيط وممكن يستسهلوا الناس، على قد ما هو فعلا موضوع كتير مهم ولازم نكون دقيقين كتير فيه وناخذ استشارات ونصايح لحتى فعلا نكون جديرين بالدخول لسوق العمل يلي هو اليوم ما هو بالشيء السهل مع تطور التكنولوجيا الكتير كبير، ويمكن العالم كلياته عم تهتم اليوم باللغات وبالتكنولوجيا، فصارت المنافسة اليوم مثل ما بنقول سلمى شرسة والمنافسة كتير قوية لحتى ندخل لسوق العمل بقوة. صحيح فرح، وحتى المهارات اللي بيتطلبها سوق العمل اليوم صارت مختلفة طبقا لطبعا التطور اللي عم نشهده بالأخير، وما عادت فقط الشهادة الأكاديمية هي الوحيدة أو الكفيلة أو الضامن أنه شخص ممكن يحصل على وظيفة، المهارات الشخصية، الخبرة بسوق العمل وكل هاي التفاصيل هي أيضا صارت مطلوبة، ولكن دائما بيسأل الداخل إلى سوق العمل كيف أنا بقدر حقق كل هاي الأمور وشو المهارات المطلوبة. هاي الأسئلة وغيرها من الاستفسارات رح يجيبنا عليها طبعا الأستاذ محمد لبابيدي الاختصاصي بالتنمية البشرية. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الورد سلمى، صباح الورد فرح، صباح الخير طبعا لكادر هذا البرنامج، والصباح الأجمل والأحلى لمشاهدينا أينما كانوا. أول شيء أستاذنا نعم تجيب هالتفاؤل يعني كل حلقة عم نشوفك من القعدة معكم أكثر من الحلقة الماضية، وهذا الشيء أكيد نحن بيسعدنا بهي الظروف وهي الضغوط. نحن كتير مبسوطين لما بيكون عنا أكيد ناس وضيوف متفائلين، واليوم لما بنحكي نحن خلينا نفوت بالموضوع بسوق العمل خصوصا بهذا التطور وهي الحرب التكنولوجية الكتير كبيرة اللي عم تشهدها كل أنحاء العالم، شو هي المهارات يلي بتشوف هي ضرورية وأساسية للدخول لسوق العمل؟ طبعا نحن دائما بدنا نقتنع بمفهوم التنمية البشرية بمفهوم الوفرة، يعني أنا بدي أقنع حالي أنه الحمد لله الخير كتير، فرص العمل كتير، العمل كتير، العطاء كتير، المال على فكرة كتير، يعني ما تفكري قليل، لكن أنا بدي أعرف شو طالب سوق العمل لحتى أنا أكون جاهز له. نعم. يعني بجوز أنا مثلا بما عندي أنا الآن ما أعرف أدخل صح، وإن دخلت حأفشل، لذلك كثير من الفرص تتأخر تمام حتى أنت تكون جاهز إلها. فأجمل شيء أنه تجي الفرصة عندما تكون أنت جاهز إلها. فنحن بنشوف مثلا الآن سوق العمل بيحب الإنسان تقريبا يلي عنده قدرة على التأقلم، هي أهم فرصة مرونة. يعني أحيانا تماما، يعني أحيانا مثلا يكون إنسان عنده خبرة معرفة بهذا المجال، ولكن هذه الخبرة وهذه المعرفة عطته الأنفة، عطته مثلا العصبية، عطته عدم حسن التعامل مع المدير، عدم حسن التعامل مع الزملاء، عدم حسن التعامل مع الزبائن مثلا أو العملاء أو إلى آخره. فهي عم تعطي بصراحة نتيجة عكسية. لذلك نحن بالتنمية البشرية أول شيء بدنا نشوف المهارات، مهارات التواصل عند الإنسان، قدراته على التحمل. يعني مثلا أنت بتمرئي بظروف مو مثل ما أنت راسمتيها، تحدث مفاجآت، تحدث صدمات، هالتأثير الصدمات هي اللي عليك كيف تحسني تتوازني، تحسني مثلا، يعني مثلا كنا نحن تحت الهواء عم نحكي شوي هيك مثلا موضوع تمام، فهذا الموضوع يتطلب شوي هيك بالنقاش والاستغراب، مجرد ما طلعت الهواء ارتسمت البسمة على وجوهكم، أنتم عندكم قدرة على التأقلم أكيد. مع الحالات اللي أنتم عم تعطوها، وبالتالي لازم يكون الإنسان عنده هذه المهارة قبل ما نفوت بمهارات العمل والخبرة في هذا العمل. طيب أستاذ محمد، حضرتك قلت أنه الشخص بيتطلب مهارات، وهي أكيدة يعني صارت حاكين فيها أكثر من مرة أنه شو بيتطلب، ولكن أيضا اليوم سوق العمل صار بيطلب مهارات جديدة، خلينا نتعرف عليها أكثر. طبعا من مهارات سوق العمل أنك تكون أنت ملم بما بالعمل اللي أنت مقدم عليه. يعني اليوم نحن في عنا مثلا شيء ضروري وفي شيء اسمه الحباشات. يعني مثلا إذا بدنا نعمل فرضا أكلة كبسة، تحبي الكبسة؟ كثير. تمام. بدنا مثلا المواد الأساسية إلى شو هي، الرز مثلا، ما هي كذا، لكن شو بدنا كمان؟ البهارات أكيد، صحن السلطة. تماما. بدنا النفس اللي بيقولوا عليه طريقة التقديم. هلأ في شيء اسمه الأساسي وفي شيء اسمه مثل ما بنقول الإطار الذي يقدم به. نعم. هذا الأساس. فبتشوفي مثلا أنا عندي معلومات تمام، أنا ملم بهذه المعلومات لكن ما عندي طريقة تقديمها، ما عندي طريقة مثلا طرحها، ما عندي القدرة على الإقناع. لا، هي مثلا فكرة الإقناع بالذات هي دورة كاملة اللي احنا بنعطيها بالمركز عنا. نعم. انك انت حتى تقنع الآخر بفكرة ما بدك تجي تكسر له فكرته،
بدك أول شيء تسمع فكرته، تثير التناقضات العقلية فيها، تعطي تناقضاتها. لاحظت كيف بيقوم العقل ببلش تتخلخل هذه الفكرة بقلب العقل، لأنه العقل الفكرة بتكون مغروسة، شلون الشجرة مغروسة بالأرض، يعني قد ما حاولتي تنزعيها بتنكسر ولا بتنتزع، لكن وبتخلخليها انتبهت عليه بصير اقتلاع أسهل. وكذلك الأمر من ناحية الأفكار، فأنا مثلا أنا والله عندي طلاب، هذا الطلاب مقتنعين بفكرة معينة، أخي ما حدا بيجيب العلامة التامة، انتبهت عليك أخي والله بدني رايحين على الفحص ضربونا بالفيزياء ضربونا بالكيمياء مدري شو مثلا، هي بنحكي لأنه هلا في عنا تكميلي مثلا. هاي الفكرة على المدرس أول شيء أنه اقتلعها، لأنه إذا تمت موجودة عرفت علي كيف، قد ما عطيت هذه الفكرة حتخلي علامته ما تصل للعلامة التامة. فأول شيء في عندي القدرة على الإقناع، في عندي القدرة على كسب الثقة، يعني أنا المكان اللي بدي أعمل فيه، الزبائن اللي بدي أعمل فيها، المشاهدين اللي أنا عم يشاهدونا، أنا لازم أكسب الثقة منه. هون كيف منقدر نعبر عن نفسنا ونسوق لنفسنا بطريقة صح لحتى نقنع الآخرين؟ يعني في بعض الأشخاص عندهم مهارات كتيرة، شهادات كتيرة، خبرات متعددة، لكن طريقة تعريفهم عن نفسهم هون ما بتكون بطريقة صح، أو ممكن تكون بخجل أو نوع من عقد النقص اللي ممكن تكون موجودة عند بعض الأشخاص. خلينا نقول قد ايه مهم اليوم نعرف نحن نروج لحالنا، نسوق لحالنا إذا بدنا نقول بالمعنى الصح، بطريقة يمكن ما يكون فيها غرور، وتقدمنا بطريقة معقولة قدام الأشخاص اللي نحن بدنا نقدم للعمل عندهم. طبعا حذاري من طرح شهاداتك قبل ما تشوف الناس خبراتك، يعني مثلا إذا كنت أنت مالك يعني ما عندك كاريزما تقديم المعلومة أو الخبرة أو الكذا، هاي الشهادات حتكون عبء عليك. انتبهت علي كيف؟ مثل مثلا الإنسان اللي بيطلع يسوق سيارة هو أخذ الشهادة بس ما هو يعني كما يجب، فدر شو بيقول له تدرس أنت اللي أعطاك الشهادة. انتبهت علي كيف؟ طيب معناتها نحن شو بدي يكون أنا خبرة، بدي يكون وقت بكون أنا والله قاعد مع هالإنسان وشايف ما شاء الله قدراته وشايف إنجازاته، أنا حقيقة ما بسأل عن شهادته. انتبهت علي كيف؟ يعني مو معقول أنا والله أجي مثلا لعند يعني ما شاء الله إنسان شر وأحسانكم يعني خبرة بالإعلام والعطاء وكذا، أنا بصراحة راح بستحي أقول شو مثلا والله أخي شو شهد، لا خلص شايف أنت عطاء، شايف قدرة، شايف تمكن من التعامل مع الكاميرا، التعامل مع المفاجآت، التعامل مع طرح المواضيع، لا ما عاد تسأل أصلا. لذلك اليوم سوق العمل بده أول شيء هذه الخبرة، هذه القدرة. بتشوفي أنت مثلا إنسان ناجح بتتصلي فيه بركي بيشتغل عندك، ما عاد يهمك شو أخذ الشهادة. وعلى فكرة كثير أنا حاعطي ملاحظة كثيرة، كثير الناس للأسف التخصص عم يقيدها، يعني أعظم العظماء أنه مو دارسين للتخصص هذا، يعني مثلا أشهر ممثلين يلي مو دارسين تمثيل، أشهر الموسيقيين مو دارسين موسيقى. تبهت علي كيف؟ أشهر الإداء مثلا بتلاقي مثلا وزير نجح بمجال معين هو شهادته بغير مجال. تبهت علي كيف؟ لذلك نحن أنا اليوم سوق العمل هو الحكم اليوم، وقت الناس شو بتطلب انت كيف بتحسن تعطيها، لاحظت كيف؟ هو الحكم. لا شك انه الانسان عليه انه مثلا يحصل على الشهادات، لانه الشهادة هي ذاتية بتعطيك الثقة، بتقلك انت مين، لاحظت كيف؟ مثلا بتعرف عن حالك فالشهادة جيدة، ولكن هي الشهادة انا بعتبرها مفتاح مو اكتر. كثير ناس اذا ما عرفوا يستخدموا هذا المفتاح صار المفتاح عبء عليهم. اكيد. طب هذا الشيء إذا نحن عم نحكي باختصاصات مختلفة، في بعض الاختصاصات العلمية أو الطبية مثلا هي بتحتاج خبرة بمجال عمله، يعني ما فينا نقول دكتور مشتغل شيء تاني وبعدين دخل على مشفى أو بده يشتغل، أكيد ما رح يقبلوه أو يقبلوا اختصاصه إذا ما كان هو متدرب عليه. خلينا نحكي شوي كمان عن تقوية الخبرة باختصاص العمل ببعض المجالات. طبعا نحن أنا بنصح كل إنسان يعني حابب يختص بشيء يكون يحبه، يعني يتم طول عمره هاوي لهذا العمل، الهاوي بيعشق بينمي نفسه. تبهت علي كيف؟ كيف إذا إنسان مثلا خطاب، هل أول خطبة بس يعني مو بعد الزواج بالخطبة هلا، بيصير بيستمتع بالحكي مع الصبية على الواتساب تاخده ساعتين ثلاثة، بيرسموا الأحلام ولا بيحس بالوقت، بحسها متعة. هلا بعد الجواز بيصير الحكي عبء مثلا، يعني عرفت علي كيف؟ يعني هلا راح التفاؤل اللي كنت مبلش فيه ودخلت بهذا الموضوع، راح التفاؤل اللي بلشت فيه. فنحن
بدك تكون بصراحة مستمتع بهذا العمل، يعني بده يكون إنسان عاشق للمكان للمهنة اللي عم يقدمها، فبيشهي الناس هذه المهنة. طبعا. هذا يتطلب شو؟ إنه يشرب المزيد. اليوم نحن في عنا سرعة بتقدم، لاحظتي كيف؟ أكيد. اليوم غير بكرة، غير إذا أنت وقفت عند حد معلوماتك بعد شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين ثلاثة أنت بصراحة صرت دقة قديمة. طبعا. مثل الحلاق مثلا يلي ساته عم يحلق على حلاقة السبعينات والثمانينات ما بيشتغل هذا، فلازم أنت دائما شو تطور وتبحث وتعطي، وما بتعمل هيك إلا إذا كنت شو عاشق. طيب اليوم استاذ يعني عم نشوف نحن هي الدوامه او الدائره المغلقه انه نحن ما بناخذ موظفين اذا ما كان عندهم خبره، والخبره ما بتجي غير اذا وظفناهم، وبنضل نلف بهي الدائره، يعني مثل ما بنقول الحلقه المفرغه. طيب الشخص اليوم الاكاديمي المتخرج كيف بده يحصل هي الخبره اذا ما اشتغل؟ هلا شوفي، المجال العمل مفتوح للجميع لكن مو بكل مكان. في شركات نظامها يتطلب اني انا بصراحه بدي إنسان خبرة، عنده خبرة 10 سنين 5 سنين. تعرفي ليش؟ أنا بعطيه راتب عالي دغري. أنا ما عندي وقت أني بصراحة درب. لكن في شركات ما عندها قدرة تعطي هذا الراتب العالي، فشو بتساوي؟ بتجيب الموظفين اللي عندهم الإلمام، عندهم القدرة، وبتعمل لهم الدورات وبتبلش معهم بالرواتب التدريجية. ففرص العمل مفتوحة للجميع. يعني أنت مثلا، أنا ما لقيت العمل هون بلاقي هون. يعني مثل مثلا اي مهنه، مثلا بياع، في ملبوسات مثلا يعني الى زباينها، وفي ملبوسات وسط كمان الى زباينها. يعني فرص العمل موجوده للكل، ما بيصير نحن نكون كلياتنا نفس المستوى ونفس العمل ونفس القدرات ونفس الكذا. لكن وقت بيشتغل الانسان مثلا بشركه وبيبدع وا 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 الى اخره، ممكن بهالشركه هي يصير هو مدير، بالشركه الاولى الاوليه يمكن ما يصير مدير. تمام. هلا انا مثلا حتى على مستوى مثلا الزملاء مثلا بالمدارس، هلا في مدارس مثلا هي اجمالا بتاخذ الطلاب الاوائل، هلا بيطلعوا اوائل، طيب بس وين انتاج المدرسه؟ انت ما صنعت شيء لانه انت اخذتهم بالاساس علامات تامه. اما في مدارس وهي اللي طلع منها الاوائل، خاصه في مدارس حكوميه، يعني وهي نقطه ايجابيه كثير بالمدارس الحكوميه، انه اخذت العالم العاديين يلي علاماتها بصراحه كانت عاديه وطلعت منهم اوائل، معناتها هذا الكادر بنحط على الراس، لانه انا من لا شيء صنعت شيء. صنعت. اما انت عم تاخذ الاوائل والعلامات التامه، بشو بدك تشوف حالك اذا والله طلعوا عندك مثلا شاطرين؟ ما ان انت اخذتهم شاطرين. انتبهت علي كيف؟ اليوم انك تصنع مثلا، انت هلا فرضا عم نحكي مثلا على التفاؤل، انك تصنع تفاؤل بظرف كل شيء يدعو الى الياس، لك هون دورك. اذا كانت الحياه ورديه انت ما عم تحكي شيء مميز. انتبهت علي كيف؟ ما اجمل انك تضحك بوقت يدعو الى البكاء. بس هذا الحكي يعني سلمى اللي عم يحكي الاستاذ، ما بتحسي انه بده مهارات فرديه، قوه شخصيه، صفات مميزه ممكن يتميز فيها الاشخاص؟ يمكن رده فعل سلمى تجاه المواقف يمكن وبعض المشاكل بتختلف عن رده فعلي باختلاف الخبرات وباختلاف النفسيه وباختلاف الشخصيه، شو رايك استاذ؟ طبعا هلا الاشياء كلها بحاجه لتدريب، حتى التفاؤل تدريب. انتبهت علي كيف؟ البسمه تدريب، يا ما تسمعي بسمة هوليود مثلا، يعني تدريب. الممثل وقت بيطلع والممثل فكرتيها طالعة هيك بتكون مدربة. انتبهت علي كيف؟ اليوم كله بالتدريب. أنا في عندي، بس المهم أنك تعرف أنت شو صفاتك مثلا اللي أنت بحاجتها حتى تتدرب عليها، وشو الصفات مثلا بصراحة السلبية تعترف لنا فيها حتى تتدرب على الخلاص منها. المصيبة الكبرى إذا كانت صفة سلبية وأنت عم تشوف حالك فيها. يعني مثلا أنا عصبي، أنا ما بتحاكى، انا اخي اذا ما شربت فنجان قهوه الله يخليك لحد يقرب علي، انا اذا حدا حكى علي بعصبها. لك انتبهت علي كيف؟ انا يا اخي عن حق ما بسكت. لك فهمت، بس ما تكون الشغله يعني مع سوء ادب يعني. انتبهت في صفات انت لازم تعدلها، لازم تغيرها. هلا الزملاء مثلا الطلاب اللي مثلا ما نجحوا، تمام، هلا بدك تعيدها، بدك كذا، بدك تعرف شو الاخطاء اللي وقعت فيها حتى تتداركها. اذا عدتها وانت بنفس الاخطاء حتجيب نفس النتيجه. الصينيين بيقولوا لك اذا مشينا بالطريق نفسه اكثر من مره حنصل نفس النتيجه. تمام. لذلك لابد ان اعرف الصفات اللي انا بدي اياها والصفات اللي بيتطلبها سوق العمل واتدرب عليها. معلش، عمل دورة مهارة تواصل، عمل دورة مثلا التفكير الإيجابي، عمل دورة مثلا صناعة النجاح. تبهت علي كيف؟ إنه يكون أنت عندك قدرات بصراحة تميزك عن الآخر، تقول أنا ليش بالدنيا ياخذوني من بين هؤلاء؟ تمام؟ من هون بتجي ثقتك
بنفسها. أكيد. خلينا نأخذ هيك نصيحة أخيرة من حضرتك بختام حديثنا لليوم. والله النصيحة الأخيرة اللي بدي أقولها هلأ، دائما أنا بقول خير رب العالمين أكثر من خلقه، رزقه أكثر من خلقه. أوعى تقول ما في عمل، أوعى تقول ما في مال، أوعى تقول ما في فرص. الفرص كثيرة وسوق العمل يتطلب كثير، لكن أنت ابحث بشكل صحيح وابحث على الشيء يلي بناسبك واشتغل عليه مع قناعة تمام أنه رزقتك من رب العالمين وأنت إلك مكان بصراحة عم ينتظرك، بس هزنك تافك شوي. بدنا نشكرك أكيد أستاذ محمد على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وبدي أكيد أتمنى لك بقية نهار كتير حلو وتكمل بهذا التفاؤل اللي شكرا لقلبك. شكراً لك ولوجودك معنا أستاذ محمد. شكراً سلمى، وشكراً طبعاً لهذا الكادر الجميل، والشكر الأكبر والأحلى للي تابعونا. شكراً.